28 لما كنا هنا لقيت ناس بدأت تجيب كياس وبتلم الزبالة من الشارع. المنظر كان رهيب. بره الحسني، بره الحسني، الله أكبر. بره الحسني يا جدعان. كلنا دلوقتي بنحاول ان احنا نوصل لنفس الهدف، احنا كلنا عايزين ننظف البلد دي من وساخه اللي فيها من الحكومه وفي الشارع. كم الظلم وكم العنف اللي في البلد ده خلاني ان انا مصره اكتر ان انا احاول احسن فيها على قد ما اقدر، حتى لو دوري صغير، حتى لو انا مش هقدر مثلا، لو انا شخص تاني مش هقدر انزل مظاهره عشان عندي عيله باخد بالي منها او اي حاله من الحالات يعني، الوقت دلوقتي امان، الواحد لو ممكن يقدر ينزل يساعد بكيس زباله وجوانتي، يطلع يلم الزباله اللي في الشارع دي عشان الناس اللي واقفه لنا دلوقتي وبايته بقى لها شهور في بقى لها ايام في الميدان ده بتحاول تدافع عن قضيه احنا عايزينها كلنا، هنحاول نساعدهم على قد ما نقدر. يومي بيبتدي تقريبا مثلا الساعه 11 هنا في الميدان. انا مش باجي كل يوم بامانه لان انا للاسف الشديد والدي من كتر ما هو خايف عليا مش عايز ينزلني، فانا قررت ان انا حتى لو مش هشارك في مظاهرات هاجي على قد ما اقدر ان انا هاجي احاول انظف حتى الميدان. شديد تعليقي على دايما الشباب بتاع الجيل ده ان هو شباب متحرش جنسيا، شباب مش عايز يعمل حاجه في حياته. بس اما حصلت الثوره دي خدت بالي ان الناس كل الشباب كلها الجوهر بتاعهم نظيف، نظيف جدا جدا جدا، هو كان عايز بس حد يجي ينكشه يعني يبين النظافه دي ويبين حسن التعامل ده والمساعده دي. فانا طبعا انا فخوره جدا من الجيل ده، اول مره امشي على ارضي احس ان انا مصريه ودي بتاعتي انا. وكرمتنا رجعت لينا.